اجيت لكم فيديو جديد على ما عارفه راسي غيبت على العشان. المهم عارف والله لا عارفه صافي. المهم فيديو اليوم غادي يكون فلوغ ديالي في رمضان، دونك اخترت المهم كنت نجلس وانا نقول خلينا نصورو فيديو. المهم دابا انا ما قريتش الصباح ودابا داخله 12:30 للربعة وشي حاجه مهمه مقتاقله. المهم دابا غنوريكم شنو غندير في هاد بلا جورني في هاد النهار ديالي شنو غندير. دونك صافي دابا انا فقت مع 10 ودخلت 12 والساعه عطوني نشوف لكم. المهم الساعه راها 10:53. دونك دابا غادي نمشيو باش نحفظو نحفظ راجل شي شويه خليكم معايا. دابا راه 12:40 ودابا درت هاد الطفيرات، المهم درت بحال هاد الطفيرات وجمعتهم من هنايا. الا بغيتو ندير لكم تسريحاتي تسريحات الشعر قولوا لي في كومونتير وغنديرها لكم. ودابا واحد حوايجي ودابا غادي نمشي باش نلبس ونرجع لكم. تشاو. هي لبست لبسات القنجه وهاد السروال وهاد العلا حقاش الحمار هاي دي حقاش الحمار. المهم في غادي نلبس بردينه وداك الشيء الحمار. اوكي دابا راه 12 بيلا وخاصني نمشي وغادي نخرج مع الربعة ونشوف شنو نديرو. مهم نوجدو الفطور وداكشي. حقا بغيت نقول لكم واحد الحاجة جوج حوايج. أول حاجة بغيت نقول لكم أنه عيد مبارك رمضان مبارك سعيد، دخل لكم الصحة والسلامة وزيد الرزق منتو إن شاء الله وطوالة العمر. وبغيت نقول لكم الحاجة الثانية اللي هنا قريبة نوصلو لميتين أبوني، بقينا 5 الأبوني ونوصلو لميتين. شكرا بزاف بزاف، واخا أنا كنت مغيبة على العشان طولة فيها وانتم تفاعلتو بزاف كنشكركم بزاف 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 وشكرا بزاف عليكم كنحماق عليكم. ودابا يلاه جيت من القرايه راه الربعه دابا وغادي نمشي باش نبدل حوايجي ومن بعد غادي نمشي ندير واجباتي الدينيه ابخي غادي نمشي باش الناس لحقاش في الصراحه ما لقيت ما نصور لكم وراني عيانه درت جوج واجبات واحد مر واحد وراني مدقدقه والساعه التاليه ماط ودقدقت ديال الصح. المهم دابا غادي نمشي نعج ونتلاقاو مور مرفق الخير. ودابا عاد فقط راه 7:05 ونقربوا للمغرب ودابا غادي لقيت غير سبحان الله لقيت لاله خاوله موجده الفطور تبارك الله وغتغسل مع مر العش مر الفطور تبارك الله وحتى ماما الله يعطيها الصحه. المهم غنوريكم شنو طيبو تبارك الله تبارك الله. حدا قال لي بغى خاوله موجوده للخطبه اللي بغى نعطيها والله فابور صدق ما جيبوش. المهم داروا هاد الشيء نقدروا نقولوا اننا وصلنا لفان ديال الفيديو. ايش كون الفيديو ما تنساوش تحطوا لايك وتابعوا في لاشين بالضغط على زر سبسكرايب ولا ابوني ولا اشتراك وتحطوا اكيد لايك وتفولوني ديروا لي فولو اصدقاء لحقاش كنكون كيما اولدين كل نهار وكنحط شي مره بعد ما قاتي تاع
بعض المقاطع ديال التيك توك. المهم صافي دابا راه المحتوى قل 25 غادي نمشي باش نحرموه، ما غاديش ناكل شي حاجه ثقيله، انا غادي شي حاجه خفيفه وغادي بخا نمشي الناس باسكو عندي قرايه وداخله مع 8 وعاد ديازه وقصره. المهم كنحماق عليكم.